في كل دار مغربيه كاين بزاف ديال العادات والتقاليد اللي كتميزها على الدور الاخرين، لكن بعض الاعتقادات كاينه بين جل الاسر وكبرنا وحنا كنسمعوها. فما يمكنش تكون مغربي وما سمعتيش الام ديالك ولا الاخت ديالك ولا شي واحد من العائله كيقول لك ما تدوش بالليل، ما تكبش الماء في القادوس بالليل، ما تصفرش في الدار، عندك راه صباطك مقلوب، وغيرها من الاساطير الغريبه اللي كبرنا بها واللي مازال البعض في هذا الوقت كيامن بها. ورغم ان الاجيال الجديده وعات وما بقاتش كتامن بالعديد من هذه الخرافات، والعلم تفوق على الاعتقادات الغريبه، وكاينين اللي كاع ما عاقلينش عليها وما عارفينهاش كاع من الجيل الجديد، ولكن استحضار هاد العادات غادي يخلينا نبشو في التراث الشفوي والعادات ديالنا، حيث واخا ما كنامنوش بها كتبقى جزء من تراثنا اللامادي. جدودنا روجوا لينا بزاف ديال الافكار في الصغر اللي كنا كنسمعوها منهم ونطبقوها بلا ما نعاودوا الهضره من وراهم، واللي من بينها ما نخليوش المقص مفتوح في الدار وما نلعبوش به الا ما غاديش نستعملوه، ماشي حيت يقدر يجرحنا ولا يأذينا، ولكن حيت في اعتقاد البعض الا خلينا المقص مفتوح في شي دار هاد الشي غادي يجيب المشاكل والفقر لمالين الدار. وماشي غير هاد الشي، فحسب الخرافه الا بقينا كنحلو المقص ونسدوه بلا سبب يمكن تسببو في حوايج اللي خايبه بزاف، وكاين اللي كيقول بلي هاد المساله كتادي حتى الجنون اللي غادي يقدروا حتى هما ياديوك. وكاين ايضا اللي كيعتقد بلي هاد الحوايج كتنشر الطاقه السلبيه في الدار، وهذا الشيء كيأثر على الكان ديال الانسان وبالتالي كيخليه كيحس بالضيق والتشاؤم. وانتوما واش كتامنوا بهاد الخرافات؟ واشنو هما ابرز المعتقدات اللي كتعتبروهم قراب من الحقيقه وفعلا كاينين وكيتحققوا؟